الأخبار الرياضية من قناة يمن شباب، والبداية بالعناوين. المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم يتعادل مع نظيره القطري بهدف لمثله في التصفيات الآسيوية. المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة يحصد ميداليتين فضية وبرونزية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية. وفاة بطل الوشو كونغ فو اليمني هلال الحاج غرقا في مياه الأطلسي أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا. أهلا بكم. تعادل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مع نظيره القطري بهدف لمثله لحساب الجولة الثانية ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020. المنتخب القطري تقدم أولا عبر اللاعب محمد القريشي من علامة الجزاء عند الدقيقة 58، وأحرز المنتخب الوطني هدف التعادل عبر اللاعب حسن الكماني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 76. بهذا التعادل حافظ المنتخب الوطني على صدارة المجموعة بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب القطري الذي يحتل المركز الثاني. وسيواجه المنتخب الوطني منتخب بنغلاديش عصر غد الأحد في الجولة الثالثة لضمان المركز الأول وحسم التأهل إلى النهائيات الآسيوية. تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 5 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي لشهر سبتمبر. وبحسب التصنيف الجديد للفيفا يحتل المنتخب الوطني المركز 137 عالمياً، بعد أن كان في تصنيف يوليو الماضي بالمركز 142. وجاء تقدم المنتخب الوطني في تصنيف الفيفا بعد تحقيقه تعادلين مع منتخب سنغافورة والمنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المشتركة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. عمق فريق سلام الغرفة جراح جزع المهرة في تصفيات الدور التنشيطي لكرة القدم لأندية الدرجتين الأولى والثانية ضمن تجمع حضرموت، وتغلب السلام على الجزع بهدفين لهدف على ملعب الفقيد برادن بالمكلا لحساب الجولة الثانية من التصفيات. ولحساب الجولة ذاتها يلتقي في الأثناء فريق شعب حضرموت وتضامن المكلا في قمة مباريات الجولة، حيث يسعى الفريقان لحسم صدارة المجموعة. حصد المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة ميدالية فضية وأخرى برونزية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية بالعاصمة الأردنية عمان، وحقق لاعب المنتخب الوطني خالد أحمد ناجي الميدالية الفضية في سباق 200 متر للكراسي المتحركة، فيما حصد الميدالية البرونزية اللاعب أكرم عبده حسن في لعبة رفع الأثقال لوزن 54 كيلوغرام، ويشارك في دورة الألعاب البارالمبية 650 لاعبا يمثلون 12 دولة عربية، حيث تشهد الدورة منافسات في كرة الهدف للمكفوفين وكرة الطاولة والبوتشيا وكرة السلة للكراسي المتحركة ورفع الأثقال وألعاب القوى. توفي لاعب المنتخب الوطني للوشو كونغ فو الكابتن هلال الحاج أثر غرقه في مياه المحيط الأطلسي بين المغرب وإسبانيا. وكان هلال الحاج يحاول الوصول إلى أوروبا مع عشرات الشباب العرب بهجرة غير شرعية انتهت بغرق القارب في شواطئ مدينة ميليليلا الخاضعة لإسبانيا. ويعد اللاعب هلال الحاج من أهم لاعبي الكونغ فو في اليمن، حيث سبق له تحقيق الكثير من الميداليات والألقاب العربية والدولية في عدة مشاركات. اضطر الحاج لمغادرة اليمن بعد إهماله المتعمد من قبل القائمين على الرياضة في اليمن، كما تلقى توبيخا من وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب الحوثية بسبب رفعه علم اليمن عاليا في البطولات الرياضية بالمحافل الدولية، ليرد الوزير الحوثي إن علم اليمن لا يرفعه سوى المقاتلون بالجبهات فقط وليس من شأنه المشاركة في البطولات الخارجية. دشن مكتب الشباب والرياضة في محافظة مأرب البطولات الرياضية للفرق الشعبية بالمدينة احتفاء بذكرى أعياد ثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر،
وستقام تصفيات بطولة الفرق الشعبية على 3 ملاعب بمدينة مأرب وبمشاركة 9 فرق شعبية، حيث تتأهل منها 3 فرق إلى نهائيات البطولة التي يشارك فيها 18 فريقا. ومن المقرر استمرار تصفيات البطولة لمدة شهر قبل اختتامها في 14 أكتوبر المقبل. تم دعم ما يقارب 2250 شاب بمستلزمات رياضية لعدد 150 فريق رياضي شعبي، إضافة إلى وهذه هتكون رافد للأندية الرياضية الرسمية بالمحافظة وعددها 12 نادي رياضي رسمي. دشن الموسم الرياضي للفرق في محافظة مأرب، وقد بدأنا في مديرية المدينة، وكما تفضل الأخ مدير عام الشباب والرياضة أنه لدينا 24 فريق وفرق شعبية أيضا مشاركة في مختلف الأنواع الرياضية، سواء الموسم الكروي، كرة القدم والسلة والشطرنج والألعاب الأخرى. تغلب فريق الجيل الصاعد للناشئين على نظيره، فريق بنى ب3 أهداف نظيفة ضمن استعدادات الفريقين لبطولة محافظة أبيان للناشئين. ومن المقرر انطلاق بطولة أبيان لكرة القدم للناشئين خلال أكتوبر المقبل بمشاركة جميع الأندية الرسمية بالمحافظة. وكان مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد كرة القدم قد اتفقا على إقامة بطولة للناشئين لكرة القدم بهدف اكتشاف المزيد من المواهب التي تزخر بها محافظة أبيان، والتي تعد أبرز المحافظات اليمنية المصدرة لنجوم كرة القدم. مشاهدينا، قبل الختام نترككم مع أبرز المباريات القادمة من الدوريات العربية والأوروبية الكبرى. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نترككم في أمان الله.